صبايا انا صار لي وقت ما اجيت وانا عم دق لجاد وما عم بيرد، في شيء مو طبيعي. يعني شو عم بيصير؟ بدكم روح اشحطه من البيت؟ الهول؟ صبايا اجت ماما خلص شبكوا ليه سكتوا؟ ما في شيء. انا وجاد خلصنا. بح. خلص كل شيء. على فكرة أنا كنت متوقع هذا الشيء بأي لحظة، لأنه اللي صار كل الأحداث اللي مرقت بيني وبينه بتدل على أنه هي هي القفلة نور. جاد كان مصر ما يستوعبني. أنا اليوم بدي أقول لكم شيء كتير مهم بالنسبة لي، هو أهم من كل هذا الحكي. بدي أقول لكم أنه أنتوا أحلى شيء صار بحياتي، وأحلى شيء صار بحياتي أني أنا سكنت معكم، وأنتوا سندي بعد رب العالمين، وبدي اياكم تكونوا مبسوطين.